مطروحات. قبل كل شيء تكفى تابع المقطع ثواني من وقتك، ابيك تنزل تضغط لايك وتشترك في القناه اذا ما كنت مشترك، والله يجزاك خير. اليوم جايب لكم نسخه جديده من تطبيق سناب شات فانتوم حق عثمان. رفعت لكم النسخه برابط مباشر، راح الرابط يكون تحت في الديسكربشن. بس قبل كل شيء ابيك تتابع المقطع للنهايه لاني بذكر اشياء مهمه عشان تتفاداها. الرابط راح يكون بصندوق الوصف، بس قبل لا تحمله تاكد انك انت حذفت كل النسخ اللي عندك من سناب شات، خاصه النسخه الاصليه اللي من اب ستور. تضغط فتح، يجيك فتح ويجيك تثبيت، تضغط تثبيت وراح يثبت وياك. بس انا ما راح اضغط عشان لا اطول المقطع لان انا مثبته وخالص. طبعا بعد التثبيت اول ما تدش عليه يطلع لك مشكله مطور مؤسسه غير موثوق، ويطلع لك سواء باللغه العربيه والانجليزيه، فالحل راح يكون رابطه تحت في الديسكربشن. حل جدا سهل وبسيط. طبعا بعد ما سجلنا الايميل والباسورد الحين سجل الدخول وشوف يدخل ويانا ولا لا. طبعا مثل ما تشوفون اشتغل على اكمل وجه. اول ما تدش على سناب راح تحصل كذي عادي، يعني سناب عادي ما في اي اضافات ولا شيء. فكل اللي عليك انك انت تفعل اضافات من اعدادات السناب فانتوم. فلما تنزل شاشه تحت تفضل اعدادات فوق، تختار اعدادات سناب سمارت، وبعد كل الاعدادات تقدر تفعل الرفع والحفظ. مثل ما تشوفون عندنا هني التحديث الجديد، كل الميزات متوفره عندكم من تغيير موقع وكل شيء. لكن هذه الاشياء ممكن ترفع نسبه الحظر، لذلك استخدم اشياء عاديه لا تستخدمها. في مشكله بسناب عثمان قبل صارت، ما ادري الحين تصير مع البعض ولا لا، فاحتياطا بذكرها لكم، اذا صارت وياك فتكون عارف الحل. المشكله لما تبي تحفظ صوره او مقطع من الستوري او من الخاص، يحفظ لك اياها او يكررها لك اكثر من مره، يعني يحفظ لك اياها 3 مرات. فالحل انك تدش اداه سناب فانتوم وتفعل هذا خير لو تم. وكذلك في مشكله ثانيه ممكن تواجه المستخدمين، لما تجي ترفع فيديو من استديو تمام، ما يطلع لك الفيديو على طول، يسوي لك كراش ويرجعك نفس الصفحه. فاذا لما كنت ترفع فيديو ما يرفع عندك ولا فيديو، فالحل انك تضغط زر الهوم والباور بوكس واحد، او زر اللي يطفي الشاشه والهوم هذا البصمه بوكس واحد، وتكون ضاغط وخليك ضاغط بوكس واحد ولين يعيد تشغيل الجهاز. بعدها جرب وشان راح يضبط وياك كل شيء. في مشكله ثانيه الهم بذكرها لك. المشكله الثانيه ممكن تصير وياي الحين وممكن لا، فلذلك انا بشرحها احتياطا عشان اذا صارت وياك راح تكون عارف الحل. لما تجي ترفع فيديو تمام، يجيك الفيديو ويجيك كل شيء، بس الفيديو مو موجود، يعني شاشه سوداء. فحلها شنو؟ اذا صارت لك المشكله هذه ان الشاشه عندك سوداء، فكل اللي عليك انك تضغط زر الارسال وترجع مره ثانيه. اذا طلع عندك تمام، اذا ما طلع كررها مره ثانيه و3 مرات. يعني كرر الطريقه هذه، يعني ترسل وترجع، ترسل وترجع لين تطلع لك الفيديو والصوت. واذا ما ضبط اهم من جرب انك تعيد تشغيل الجهاز وشان راح يضبط. طبعا مثل ما تشوفون انا عندي المشكله ما صارت، وانا الحين برسل وبرفع مقطع بس عشان اوريكم انه شغال وماكو اي مشكله. دار النشر مثل ما تشوفون نزل المقطع بدون اطار وبدون اي شيء، تقدر انك تحفظه وكل شيء. وكذلك خيار الحفظ هم من شغال عندك، لما تضغط على الحفظ وبعدين تختار الحفظ راح ينحفظ عندك بالاستديو على طول. وبس هنا وصلنا لنهايه المقطع، ما حاولنا اطول عليكم اكثر من كذي. اتمنى انك انت تضغط لايك للمقطع هذا، ان هذا الشيء يحفزني ويخليني استمر اجيب لكم كل شيء جديد، وتشترك في القناه اذا ما كنت مشترك، وانسخ رابط المقطع الله يجزاك خير، وانشره بكل مكان، بالجروبات، بالواتساب، بالانستغرام، باي مكان انت به. الله يجزاك خير والسلام عليكم.